دراستي بعمان، درست الفن برومانيا وعملت الماسترز بفيينا. يمكن بعد حالي من الناس الفنانات اللي متفائلين جدا برغم من الظروف اللي نحن عم نمرق فيها والحياة المعيشية الصعبة اللي كلياتنا عم نواجهها. بحس انه طريقتي او تعاملي مع اللوحة او موضوع اللي انا بطرحه عن طريق اللوحة هي رسالة، انه رسالة ايجابية انه الدنيا لساتها بخير، ونحن لازم بمنظورنا الصغير كتير، نحن لسه واحد من الألف يمكن فاهمين الحياة على حقيقتها أو شو ناخدها، بقديش الواقع تبعنا بيأثر على حياتنا نحن كعموما. يعني بحاول دايما بلوحاتي إنها تكون بطريقة كتير فيها ألوان وفيها الزيتية بالذات، بيساعد هيدا الشيء إنه اللوحة تنطق. طبعا الخالق هو اللي بيعمل كل هيدا، بس إنه بحاول إنه خليها أعطيها فرصة إن تكون اللوحة عبارة عن شيء فيها روحانية أكثر من ما إنها هي تكون موضوع رسمي بس. الألوان الموضوع نفسه بيطرح بطريقة لو كانت فيها معاناة باخذها بطريقة يمكن جمالية لحتى خلي المتزوج ينظر للوحة بطريقة انه يقدر يتعامل معها، يتحاكى معها، يكون في جواته، لانه نحن كلياتنا في جواتنا اشي كتير حلو. انا عم بحاول اني انظر للدنيا او اقدر افهم بمنظور انه لا، الدنيا لسه بخير وفي امل.